كان هناك فتاة والدها رجل سكير محب للنساء والمعاصي والذنوب. كانت أمها تفعل المحرمات والموبقات، كانت تجلس مع الرجال، فكانت امرأة ساقطة. زوجها ديوث لا يهمه غير المال، وابنتهم لم تتعلم وهي ترى أفعال أمها وأبيها وتسمع منهما أبشع الألفاظ والكلمات. كانت أمها تعلمها كيف تكون ساقطة وكيف تجمع المال من أي طريق وبأي سبيل. أصبح عمرها 17 عاما، وأصبح الرجال الذين يأتون إلى أمها يتوددون ويترددون عليها. فكان أبوها رجلا ديوثا كالخنزير وأحط من ذلك. أصبحت تتنقل هذه الفتاة بين الشباب والأصدقاء، وفي يوم اجتمعت هذه الفتاة مع أصدقائها يشربون ويلعبون ويلهون، فجاءها ألم برأسها لا تعلم ما سببه، ولم تشرب هي المسكرات في تلك الليلة. فحاول أحد الشباب أن يضايقها، ولكنها أبعدته وصدته بشدة، فقال لها كلمة شقت قلبها: هل تكونين أفضل من أمك؟ فلقد زنيت بأمك عدة مرات، وربما أنت ابنة زنا. فجلست الفتاة تبكي وتفكر في هذه الكلمات، وجن جنونها، وجاءت بسكين وضربت ذلك الشاب حتى مات وعلت أصوات الصراخ. جاءت الشرطة وأخذوها إلى السجن وهي في عمر 19 عاما. فوجدت هذه الفتاة بعض النساء في السجن يركعن ويسجدن وهي لا تعلم ما هذا، فسألت: ماذا يفعل هؤلاء النساء؟ قالوا لها: إنهن يصلين لله عز وجل. فقالت الفتاة: وما هي الصلاة وما معناها؟ فاستغرب منها الجميع وقالوا لها: أولست مسلمة؟ قالت: نعم. قالوا: ألا تصلين؟ قالت: لم أتعلم الصلاة أبدا. أخذها الفتيات الصالحات في السجن يعلمنها الصلاة، وعلموها شرائع الدين، دين الإسلام، علموها الشعائر كلها، وبدأوا في تحفيظها القرآن، وعلموها الحلال والحرام. وهي تبكي وتتذكر أفعال أمها وأبيها وكيف أنهم غارقون في الحرام والمعاصي، حزنت هذه الفتاة على نفسها كثيرا وعلى الأعوام التي أضاعتها في كنف والدين فاسدين. تصوروا أن أمها لم تأتها لزيارتها، لم يأتي أبوها ولا أمها ليزوراها في السجن، وهي تنتظرهما لتتكلم معهما عن الحلال والحرام وتدعوهما إلى طريق الله عز وجل والإسلام، ولكنهما لم يأتيا أبدا. وهنا توجهت هذه الفتاة إلى الله عز وجل، تعلق قلبها بالله تعالى، فما كان منها في السجن إلا أن عكفت على نفسها ووجهت نفسها إلى الله عز وجل حتى يأتي موعد القصاص منها. اجتهدت في حفظ القرآن ولم تترك قيام الليل يوما واحدا. أصبحت تدعو الفتيات إلى الدين والعبادة وتنصح الفتيات بطريق الله عز وجل، فأعجب منها مدير السجن، وأصبحت الفتاة مركزا دعويا كاملا إلى الله عز وجل. كانت تتمتع بأسلوب جميل في الحوار، وفي كل ليلة كانت تبكي إلى الله عز وجل وتنتظر أمها وأباها وهما لم يأتيا أبدا. جاء الأمر بتنفيذ القصاص منها والجميع يبكي عليها، فهي أصبحت طاهرة نقية زكية. فقال مدير السجن: هذه الفتاة تابت إلى الله توبة نصوحة، فهي تصلح من أمر السيدات، فليس الآن يجب أن تموت، فهي داعية إلى الله عز وجل وتهتدي بها الكثير من النساء. أوقف المدير حكم التنفيذ لعدة أيام، وفي كل يوم فهذه البنت بعد قيام الليل تحلم أنها تركض في الجنة وتشرب من عسلها ولبنها ومن مائها وأنهارها. ترى أشخاصا من نور يقولون: لقد اقترب موعدك، هذه جنتك وهذا جزاؤك. تستيقظ هذه الفتاة وهي تنتظر القصاص وتريد الذهاب إلى جنة الرحمن، وفي ليلة
صلت هذه الفتاة قيام الليل ونامت على سجادة صلاتها وتسمع صوتا في رؤيا يقول: لقد حان موعد قدومك فجهزي نفسك. فقامت من النوم مسرورة فرحة وهي تقول: آن قدومي إلى الجنة، إن ذهابي إلى الرحمن آن الآن، فالآن لقاء رب العالمين. بدأت تصرخ الفتاة وتصيح وتقول: أريد مدير السجن، أريده الآن. فجاء إليها وقال: ما سبب صراخك وعويلك؟ قالت: أرجوك نفذ القصص مني، والله إني أرى مكاني في الجنة منذ 3 أيام، فلا تحرمني منها، أنا اشتقت إلى لقاء ربي. وبعد إصرار منها قال لها: غدا موعد تنفيذ الحكم. قالت: لدي طلبان اثنان، أرجو أن تنفذهما لي، فأنا ليس لي في الدنيا أحد، فأبي وأمي قد تخليا عني ولم أراهما منذ حبسي، فأريدك عند تنفيذ الحكم إذا ظهر شيء من جسدي فاستره، وقبل أن يأتي الشخص الذي ينفذ القصاص قل لي: حان وقتك، وذكرني بنطق الشهادة إذا نسيت. فقال لها: سأكون بالقرب منك يا ابنتي عند تنفيذ القصاص. فاغتسلت وتوضأت ولبست لباسا ساترا من رأسها حتى قدميها، وصلت ركعتين لله عز وجل، وكان السرور على وجهها، وكل من في السجن يبكي ويودعها، وهي تقول لهم: انتظموا في العبادة، فالجنة موعدنا، الجنة لقاؤنا. ذهبت الفتاة إلى ساحة القصاص وقال لها الرجل: بعد دقيقة سوف يقطع رأسك. فقالت: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، تبت إليك يا رب فاقبل توبتي. ونزل السيف وقطع رأسها، وخرجت روحها إلى بارئها سبحانه وتعالى في ثوان، وخرجت منها رائحة مسك ملأت المكان، فبكى عليها الجميع، وتسارعت المغسلات على تغسيلها، صلى عليها عدد لا يعلمه إلا الله عز وجل. وهكذا جزاء التائبين الراجعين العائدين إلى الله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا واحمنا واعصمنا ربنا، وأعذنا ربنا من مضلات الفتن، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأصلح أعمالنا وأقوالنا وأحوالنا، وأخلص نياتنا، وأحسن خواتيمنا، وتقبل منا صالح الأعمال. اللهم اختم لنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.